بسم الله الرحمن الرحيم. الأبجديات السامية كما يسموها الغربيين ونحن نسميها الأبجديات العربية قد فكت رموزها، وحدد بعض الناس اختلفوا طبعا في تحديد تاريخها. فهناك من قال إنه أقدم أبجدية هي الأبجدية السومارية وعمرها 5600 سنة من الآن، وبفضل الله وبفضل مكتب المستشار الثقافي للمقفور اللي هو السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وهو معالي عبد العزيز بن محمد الرواس المستشار الثقافي، قد أهديت لهم حجارة قبل سنوات سبق ونشرتها في كتابي هذا عام 1994. هذه الحجارة أرخوها فيما بعد ووجدوا عمرها 4000 سنة قبل الميلاد، وهذا يعني بأن عمر الكتابة في جنوب عمان صف الظفار تساوي أو هي عبارة عن 6021 سنة من الآن. يعني أقدم أبجدية في التاريخ هي من جنوب عمان.